عندي أنا 5 شباب معاقين بالنسبة إلي، وعندي ابني كمان معاق، أصابه شلل أطفال، هو عمره 6 شهور، متجوز طبعاً، وعنده بنت صاحبة احتياجات خاصة كمان. منعاني بحركة النقل على المستشفيات، لأنه هدول فجأة هذا بيصيبه انهيار عصبي، هذا بيصيبه اختلاج. الأدوية كمان ما بنحسن نلاقيها يعني بصيدلية معينة، لأن 6 7 أنواع، يعني هدول بدهم تغذية خاصة، مثلا فواكه، مواد بروتينية، لحوم، هيك يعني شغلات. إيه هاي ما بنحسن، إحنا ما بنحسن نجيبها، لأنه شيء غالي جدا، يعني ما عندهم مناعة، بدهم يكون الغذاء يعني حتى يساعدهم ما ينهاروا بزيادة. والحالة المادية يعني وينك الأكل، وينك الأمراض، وينك الأدوية، وينك التدفئة، حركة النقل، ما يعني حالتنا صعبة هون كتير.